السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. هاي أرنب كانت عندي عدوانية قليلا، كانت تقتل أطفالها وكانت عدوانية، يعني حتى تحط يدك بتخبش، بس الآن الحمد لله لما أحط لها الأكل ما أرمي الأكل رماية على طول، لا أحط يدي قبل كده، خلي تشم يدي، تعرف أنني صديق وليس عدو. يوم عن يوم بتحس، تبدأ تحس أن هذه الأكل هذه ريحة يدك، أو بتشم يدك، تعرف ان اليد بتعطيها اكل، ما عملت لها اي شيء. فالحمد لله. شوف، هذه ولدت قبل تقريبا 12 يوم، الحمد لله خلفة كويسة، بدأوا يخرجون من العش. شكرا، مع السلامة.